السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني بتتبيلة خاصة جدا، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها، وهنضيف كمان معاها مكون جديد خالص. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ. معايا نص كيلو كبدة، ده متقطع شرايح كده، دي تقطيع الكبدة الاسكندراني. يا اما تشتريها متقطعة جاهزة كده او انت اللي تقطعيها، مفيش فرق خالص. وانا بغسل الكبدة، بغسلها بلبن، ده نص كيلو كبدة، هحط عليه نص كوباية لبن. عندك وقت اركنيهم كده ساعة ساعتين، مش مشكلة، غطيهم واركنيهم في التلاجة، بتشيل بقى اي ريحة مش مرغوب فيها في الكبدة، يعني بنحاول نضمن النظافة بأي قدر من الممكن. يعني كده هسيبهم مع بعض كده، اللبن والكبدة، لحد ما اجهز التتبيلة. يلا نجهز التتبيلة. معايا عصير ليمونة، معلقة ثوم، التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، كمون، رشة سكر، رشة ثوم بودرة، ورشة كزبرة، ومعنا كمان معلقة خل ومعلقة زيت. هنزل بالثوم كده على عصير الليمون وكل التوابل. حبه سبايسي، حطي رشة شطة. هنزل بملعقة الخل وملعقة الزيت، الليمون والخل بيتبل الكبدة كويس، ومعلقة الزيت هي اللي بتخلي الكبدة تمتص التوابل دي. قلبناهم مع بعض كويس. هنركنهم بقى جانبا كده ونجيب الكبدة. هصفي بقى الكبدة من اللبن. انا بالنسبة لي الخطوة دي مهمة جدا، ان انا بغسل الكبده باللبن والكلاوي كمان. لما بنعمل كلاوي بنعملها بنفس الطريقه دي، اصفيها كويس من اللبن كده وانزلها على بالون نضيفه. خلاص ما عدتش محتاجه اللبن. شميت ريحة الكبدة دلوقتي تتاكل نايم. نجيب بقى التوابل، نحط نص ساعة الكبدة ونسيب نص ساعة. هقول لكم هعمل بيه ايه، ما ننزلش المعلقة هنا ونرجع نحطها في التوابل تاني. خلاص حطيت الكمية اللي انا عايزاها، هقلبها بقى كويس كده. الكبده اتغلفت بكل التوابل، زي ما قلت لك لو حابه تحط رشه شطه هنا حطي، بس انا هحط فلفل حامي وانا بسويه. هغلفها بقى بورقه ستريتش كده، او لو عندك العلبه بالغطا حطيها في علبه بغطا واحفظها في الثلاجه. ممكن تقعد في التتبيلة ديت ليلة كاملة مفيش مشكلة، يعني لو انت عاملاها بالليل شغلها الصبح عادي، بس انا هسيبها حوالي نص ساعة كده وهشغلها على طول، مغلفاها عشان ما تكرفش اي حاجة في التلاجة. يلا نقول مقادير الكبدة بتاعتنا. ده نص كيلو كبدة غسلناها باللبن وتبلناها كويس بالتتبيلة اللي انت شفتها معايا، ودي بطاطساية متقطعة مكعبات ومغسولة، دي بقت التتبيلة. ده قرن فلفل حامي، وده فلفل بارد، ده الفلفل اللي احنا خزناه مع بعض قبل كده. انا ما عنديش فلفل طازه، هستخدم الفلفل ده. شايفين لونه؟ كل الالوان زي ما هي ازاي؟ شايفين الاخضر؟ كانه لسه فريش بالظبط. يلا نروح عند البوتاجاز ونكمل وصفتنا مع بعض. جينا عند البوتاجاز، معايا طاستين
واحده هحمر فيها البطاطس والتانيه هعمل فيها الكبده. كده الزيت بتاع البطاطس السخن، هنزل بالبطاطس نص تحميره كده، هغلفها بالزيت السخن كده، واسيبها بقى تتحمر. الطاسه الفاضيه دي احط فيها زيت، معلقتين زيت كده ومعلقه سمنه، انا هحط سمنه بلدي، لو انت حابه تحطي ليا حطي او اي دهن حيواني يعني. على ما السمنه والزيت يسخنوا هقطع الفلفل. السمنه والزيت سخنوا كويس ولازم يسخنوا كويس، هنزل بقى بالكبده. لازم الطاسه تكون سخنه كده عشان ما تنزلش ميه الكبده. هستنى شويه من غير تقليب، كده بقى اقدر اقلب. هننزل بقى بالفلفل الحامي. شايفين الكبده ما جابتش ميه ازاي؟ عشان الطاسه كانت سخنه. نديله تقليبه كده، والبطاطس كمان بتتحمر معانا اهي. مش لازم البطاطس تاخد لون، هنزل بيها وهي سخنه كده على الكبده عشان تمتص كل ريحه الكبده دي، يبقى طعمها هي كمان جميل. عايزه اقولك انت هتسيب الكبده وتاكل البطاطس دي، تبقى طعمها جميل جدا، وكمان هنحط لها فحميه فبتمتص كل ريحه الفحم. نولع الفحميه هي كمان، ولعت على الفحميه اهو، ارفع بقى الزيت من هنا. وانزل بقى بالفلفل زي ما قلنا، يوم تخزين الفلفل نستخدم الفلفل وهو متجمد كده، ما نسيبهوش يفك عشان يستنى لونه جميل كده. افضلكم ان انتوا تجيبوا تخزين الفلفل في صندوق الوصف عشان بتوزع الحراره كويس. يدوب الفلفل ريحته تطلع كده وتبقى الكبده جاهزه معانا. لو انت مش متاكده ان الملح بتاعك مظبوط اظبطيه وهو في المرحله دي، هنا تقدري تدوب. في ناس بتحب تحط بصل، بس انا بصراحه ما بفضلش البصل مع الكبده، بحس ان هو بيرفع الحموضه يعني. فاكرين الباقي من التتبيله اللي كان معانا؟ هنضيفه بقى دلوقتي. الحركه دي بتفرق جدا في طعم وريحه الكبده. كده خلاص الكبده جاهزه معانا، هنطفي عليها ونستنى الفحم. يبقى نحط الفحميه، نخلي مكان كده البوله ونجهز معانا غطا. حطينا الفحميه في البوله اهي، ايد فيها الزيت وايد فيها الغطا، واول ما نحط الزيت نغطي. الله على الريحه، يلا بقى نقدمها مع بعض. يلا نقدم الكبده مع بعض. نشيل الفحمايه، وما تحطيش الفحمايه في الباسكت على طول، اتاكدي ان هي بردت الاول.
ننزل بقى بالكبده. بسم الله. حاولي تسيب الفلفل اخضر كده، ما تضغطيش عليه في السوا. السائل ده التتبيله. شايفين شكل الطبق جميل ازاي؟ نديها رشة كزبرة كده او بقدونس زي ما تحب. واهم حاجة مع الكبدة الليمون، غير اللي احنا حطيناه في التتبيلة حطي معاه ليمون عند التقديم. ايه رأيكم؟ بألف انا وشيف كده. عملنا مع بعض الكبده الاسكندراني بالتتبيله الخاصه بتاعتي، وكمان حطيت معاها مكعبات بطاطس. طعمها لذيذ جدا، يا رب تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.